السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم نحن في أحد الكامبوسز، يعني اللي هي الحرم الجامعي لأحد الجامعات الأمريكية في ولاية تينيسي، مدينة ناكسفيل. شاهدت فد شيء مثير للاهتمام وحبيت أنه أشاركه وياكم. اللي قاعد تشوفونه قدامكم هو عبارة عن سولار سيل، اللي هو خلية شمسية تأخذ طاقتها من الشمس، يعني تم نصبها من قبل أحد الشركات في الحرم الجامعي. الهدف من أته هو أنه تأخذ طاقة شمسية وتحولها إلى كهرباء يستطيع الطلبة يعني الجلوس تحتها طبعا كمظلة، وكذلك يستطيعون شحن هواتفهم النقالة مثل ما تلاحظون هنا. هذه الفولتية طبعا هم 110 فولت يعني هنا عندهم، وذاكرين انه هذه الشركة طبعا كاتبة اسمها واللي هي عبارة عن يعني دعاية للشركة، ذاكرين بانه هذه الشركة اللي هي كونكتابل. هذه التشارجنج ستيشن هو مخصصة للأجهزة النقالة، طبعا الشحن يعني اقصى طاقه للشحن هي 300 واط. تلاحظ انه هذه اماكن يستطيع الطلبه شحن هواتفهم من خلالها، وهذه ما تكلف الجامعه اي شيء، كل اللي هو موجود هو فقط دعايه لهذه الشركه وخدمه للطلبه، وبالنتيجه النهائيه هي وين وين ديل، يعني مثل ما يقولون هي صفقه رابحه للطرفين، يعني الجامعه مستفيده، الطلبه مستفيدين، والشركه ايضا قامت بالاعلان عن منتجاتها. يعني شيء لا يكلف الدولة شيء، ولا يكلف الجامعة شيء، ولا يكلف الطلبة أي شيء، ولكنه بالنتيجة النهائية فكرة ناجحة. يا ريت أنه شركاتنا الأهلية تقوم بالاستفادة من هكذا أفكار وتطورها وتطبقها في جامعاتنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة.